هذه العائلة التي كانت تقطن كوخاً قزيرياً في شعيبية بالعاصمة منذ سنوات، فسنوات المعاناة داخل هذه البناية غير الصالحة للعيش قد ولت بالنسبة لهؤلاء بعد أن تم ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة قبل شهر من الآن. قول لي ماما الحمد لله أنا استفدت لها نعطوا لي أنا في طروة فيه توت كوميديتي الماء الغاز الإلكتريسيتي إكسيتيرا أنسيك كاين توت كوميديتي المرافق كما نقولوا المدارس كاين ليسي كاين دوسيا كاين ايكول بريمار كاين انسال اومني سبورتيف هنا بور 500 بلاس والحمد لله. انا في الفوضاوي شحال صبرت 21 سنه وانا في الفوضاوي بصح اليوم الحمد لله عليك يا ربي كما قلت لهم طاونا وفرحونا وربي يفرحهم ان شاء الله وربي ان شاء الله يحفظ الجزائر. يا ودي الحمد لله يا ربي تقول الاستقلال تاعنا هذا وين دينا الاستقلال هذا وين دينا الاستقلال رانا من 62 ما كاش من 62 ما كاش الحمد لله يا ربي. نكهة العيد في العاصمة هذه السنة ستكون على غير العادة، ستمتزج فيها فرحة الحصول على السكن الحلم بخيبة أمل للكثير ممن تم إقصاؤهم من فرحة العمر ليجدوا أنفسهم يفترشون الشارع، وهو حال هذه العائلات التي وجدت نفسها تفترش ملعبا جواريا وسط الحراش. احنا وجود المصير تاعنا هنا وراه يا طولنا حال دوك خرجونا من ديارنا ريبونا ديارنا ورماونا لهنا وين رعونا بنسانا وين حنروح تواصل تاع رمضان تقطعوا تقطعوا يجيبوا لنا تواصل تاعنا. 11 عائلة أخرى من الحي القزيري في شعيبية ببئر توتا ستقضي عيدا آخرا داخل الأكواخ أو في العراء بعد أن أقصتهم السلطات الوصية من أكبر عملية ترحيل شهدتها العاصمة والتي انطلقت بداية شهر جوان الماضي. العائلة لا زالت تترقب مصيرا مجهولا. هنا يسكن حي شعيبية جو حصونا رمضان اللي فات كي حنا كي الناس طلعنا عيطوا لهم يدفعوا دواسا طلعنا ندفعوا دواسا قال لك انتوما ما تستفادوش قالنا انتوما ماشي ولاد الحي. حنا هنايا اللي 11 اللي نحاونا ولوزونا حنا 11 ودوك ها الناس رحلت راحوا جاو داوهم قبيل وحنا ما صيرنا مازلنا ما فهمناش كيفاه. واش راح نقول انا نطلب السلطات يشوفوا فينا حنا تاني الشعب مش الشعب هذا من 40 مليون هذه ماشي قال 41 ولا من 40 مليون تاع الجزائريين هذه ومتزوج وعندي دراري وديجا المره ثاني راهي بالجوف ثاني راه جايني مزيود ما عنديش وين نروح انا الدار هذه تزوجت فيها وهنا نموت. ستقضي هذه الاسر عيدا على غير العاده بين زغاريد فرح الحصول على السكن الحلم ودموع خيبه الاقصاء من مشروع العمر بعد طول انتظار.